الموضوع ده طبعا ما ينفعش، يعني ده حاجة الواحد بيروح يعمل عمرة أو حج لله مش لدولة ولا أي حاجة. أنا موافق على موقف غرفة السياحة، لأن المفروض إن إحنا يبقى لنا رأي ويبقى لنا كيان، مش أي حد يعمل فينا أي حاجة إحنا نوافق عليها أصلا. السعودية مش هتمسكنا من إيدينا اللي بتوجعنا عشان العمرة، الواحد يكفيه عمرة واحدة أصلا على مدار العمر كله، أو حجة واحدة على مدار العمر كله، مش لازم يروح عمرة كل يوم ولا كل سنة ولا كل شهر. أنا ضد حاجة زي كده، لأني ما بفضلش إن يبقى في خلط ما بين موقف السياسي وأي شيء ديني. طبعا العمرة بتدخل دخل للسعودية، دخل اقتصادي ومادي، وده هيبقى وسيلة ضغط، لكن يمكن نوع من أنواع معرفش، يمكن ده مثالية شوية إن أنا أقول إن السياسة فيها كل حاجة، لكن المفروض ما يبقاش كده. يا ريت يا رب ينفذوا الناس كلها تعمل كده وتوقف وتعمل لمدة سنة، طبعا التانيين هيتراجعوا في قرارهم، يبقى تراجع في القرار. عامة ده قرار غلط بتيجي على المواطن، اللي هو الفقير، ممكن اللي هو قادر هيطلع، اما هو محدود الدخل هيجيب منين؟ ما هو برضه عاوز يقضي فريضه ربنا. انا شايفه انه ملوش اي علاقه، يفصلوا بين الشعائر الدينيه للناس يهود مسلمين مسيحيين، ويفصلوا بين القرارات السياسيه بس، منتهى البساطه. يعني لازم نقدم الناس بتاعتنا عمره او حج او اي شيء، ملوش دعوه السياسه حاجه والدين حاجه ثانيه، ما نخلفش الدين بالسياسه. انا مش موافق على ده الصراحه، لان دي حاجات دينيه وحاجات مش مالهاش علاقه بالدول يعني، بس مش موافق على الموضوع يعني.